صباح الخير يا شباب. بدينا المحاضرة الماضية نحكي عن الـ AI، وفعليا احنا عرفنا شو معنات AI، تمام؟ انه بيشمل المفاهيم هاي من كمبيوتر فيجن ونيورال نتوركس وماشين ليرنينج وناتشورال لانجويج بروسيسنج وديب ليرنينج، تمام؟ وشفنا تصنيفات الماشين ليرنينج. أنا في عندي أربع تصنيفات: supervised, unsupervised, reinforcement, semi-supervised. حتحس أن الصورة بتوضح معك أكثر فأكثر يعني وإحنا بنتقدم في الكورس. وبعديها تطرقنا على state of the art للمشين للـ AI. حكينا أنه فعلياً لما يكون في عندي حاجة اسمها multi-agent، انه كذا ايجنت كذا انتليجنت ايجنت ودي اجي اركبهم في سيستم واحد، بيكون اداؤه متواضع صعب. ال فعلا في تحدي في الموضوع هذا، تمام؟ وشفنا قارنا بين ميسي وبين الروبوتكس هذا. لو خلينا الروبوتكس هذا انه يلعب كرة قدم، فمحتاج عدة انظمة مع بعض، منها نظام الرؤية ونظام الحركة ونظام التصويب، بالاضافة لانظمة اخرى، تمام، متعددة، عشان انه هو يقدر انه يلعب كرة ويسجل هدف اذا كان الجول انه هو يسجل اهداف. وشوفنا قارنا اداؤه بميسي، فاكيد الفرق واضح يعني. وشوفنا على الناحية الأخرى، لما يكون في عندي ايجنت زي الايجنت هذا الفاكوم كلينر أو الروبوت هذا اللي بيعمل كلينينج لحضيرة البقر، طبعا الوظيفة تبعته إنه بده يشتغل بذكاء، إنه هو بده ينظف الأماكن المتسخة، مش يضل يشوط طول الوقت، تمام؟ وفي عنده أوبجكتس بده يتجاوزها ويقدر يتعامل معها اللي هي الأبقار، تمام؟ وشفنا إنه كيف أداؤه بيكون، إنه ممكن إنه هو يتفوق على البشر في هاي التاسك، تمام؟ فبيكون أداؤه أفضل بكتير لأنه التاسك تبعته محددة، نعم، تمام. خلينا نرجع للروبوت تاني اللي هو من هانسون روبوتكس. هذه شركة في هونغ كونغ شهيرة بتصنع روبوتكس، يعني أشهر الروبوتات اللي صنعتها اللي هو صوفيا. صوفيا يعني في واحدة من المرات صوفيا إنه تم تصميمها إنه في عندها إيموشنز، بتقدر تعبر عن إيموشنز، بالإضافة إنه هي بتقدر تحسن من أدائها، تتعلم وتحسن من أدائها. مش هالقدر ما في إجابة، مش ممكن إنه يكون أدائها ضعيف لأنه الهاردوير مثلاً ضعيف، أو إنه الذكاء نفسه ما وصل لمرحلة إنه يتعاون مع بعض بشكل أفضل. ذكاء محدود، يعني على سبيل المثال صوفيا انه في انه هي بتتعلم من الاداء تبعها، تمام. وفي مره من المرات هلقيت انا حورجيكم مجموعه من الاسئله اللي بيسالوها عشان انه يحاول انه يختبروا ذكائها، انه يشوفوا هل فعلا في عندها ذكاء ولا الاجابه بري بروجرامد، يعني مبرمجه بشكل مسبق. فمره من المرات حكت اوكي اي ويل ديستروي هيومنز، وهذا الاشي بخوف كتير يعني، لانه الذكاء محدود، انه هي ممكن تفهم الاشياء ليترالي. وهذا الاشي انا بدي اياكم انه انتم تتفرجوا عليه اليوم، حطيت لكم اياه في اخر تحت هنا اللي هو بلينكي. هذا عبارة عن فيلم قصير، تمام، بدي اياكم تشوفوه في النهار مش في الليل، تمام، عشان فيه شوية رعب يعني. المحادثة هذه القصة تبعته باختصار عشان تساعدك انه انت تفهم الكونفرزيشن الموجودة هناك، انه عائلة طفل صغير فيها انه صار يزن انه شاف اعلان الروبوت هذا في التلفزيون، بدي منه، جابوله منه عشان يلعب، ما عندوش اخوة، بده يلعب معاه ويتسلى معاه، طبعا لعب معاه وشغلات زي هيك، تمام. بس المشكلة الروبوت هذا انه يعني مرة من المرات انه هو علق، تمام، وصارت في مشكلة محتاج ابديت، يعني محتاج فيكسز يعني. فكان هو والطفل الصغير انه موجود في اعتقد انه في حديقة البيت، وكان عامل فوضى كتير. طبعا الام لما بتيجي الام يعني ما الفوكابلري تبعها يعني انه ممكن تستخدم شغلات انه ما بتعنيهاش ليترالي. فايش حكت له؟ حكت له اذا بتضلك تعمل فوضى بدي اخلي بلينكي يسويك على العشاء.
طبعا بلينكي ما كدبش خبر، فعشان هيك انا بقول لك لازم انت تتفرج عليه في النهار مش في الليل، تمام؟ فراح سوا على العشاء فزي هيك. وهاي وضع صوفيا انه انت بتيجي بتحكي انه هي بتفسر الكلام ليترالي، فبتقول انه ماشي اوكي I will destroy humans. وانا بطبيعه الحال لما اجي اقول لكم انه المره الجايه لو ما جيتش انت عامل الواجب حخلص عليك. طبعا انت ممكن يعني ذكائك، يعني يفترض انه انت عندك ذكاء بما فيه الكفايه انه انت تعرف انه فعليا انا بقصدش انه انا حخلص عليك المره الجايه، انا زي كانه بقول لك بعباره اخرى انه ما تجيش على المحاضره الا وانت عامل الواجب، هاي المقصود. طبعا السنس العميق هذا بده يعني ذكاء متقدم عشان تقدر تفهم الشغله هذه، تمام؟ طيب طبعا هذا الفيديو يعني انا بدي اخليكم ان انتم تتفرجوا عليه في البيت، بس انا ممكن اورجيكم اجزاء منه. هاي الاكسبريشنز او الايموشنز اللي هي بتعبر عنها. هذا الشخص اللي صممها، تمام؟ وانه هي بتحكي له انه انا بحب انه انا احكي مع البشر وخصوصا انت لانه انت اللي عملتني زي هيك. وهي حكت له راح حددت له البومبا في الاخر وقالت له اوكي I will destroy humans. فالخوف في الموضوع انه الروبوتكس في النهايه انه تصل لمرحله انه هي تعمل لوبي وتتفق مع بعض وتصير وهم يستخدمونا مش احنا نستخدمهم، تمام؟ هذه مختلف عليها في المجال العلمي. كيف يعني؟ الان يعني في جماعه زي ايلون ماسك وبيحكي انه لا الذكاء مش هيصل للمرحله هاي، لكن في ديبيت بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك بهذا الخصوص انه هذا مع الاي اي وهذا ضد الاي اي وانه مستقبل الاي اي سود لنا اياه خالص. الموضوع في جدل في الموضوع. طبعا هنا في انترفيو ثانيه انه مجموعه من الاسئله زي هيك. طبعا هو بيسألها أسئلة بحاول إنه يختبر الذكاء تبعها، وعشان تشوف الكونفرزيشن بتفتحها هنا في اليوتيوب وبتنزل هنا في عندك هنا هذه الكونفرزيشن. أنت عندك هنا إنه هاي صوفيا هاو ار يو، هاي ام فاين، هاي هاو دو يو فيل اباوت ا هيومن. في حتلاقي إنه راح سألها هذا السؤال، قالها إنه what kind of robotics I'm living and working with now، لأنه حكت له خلي بالك أنت محاط بالروبوتكس، يعني الروبوتكس أنت حواليك وأنت مش داري، وكأنه أنت يعني قاعد بتشتغل مع روبوتكس وأنت مش داري، يعني زي الشخص اللي بيجي بيقول إنه أنت يعني محاط بنظام التشغيل لينكس وأنت مش داري. نظام التشغيل لينكس موجود انت عندك في الاندرويد فون، وموجود انت عندك في ريسيفر تبع التلفزيون، حتى لو كان الريسيفر الانالوج القديم موجود عليه نظام تشغيل لينكس، حتى لو كان انه شيء متقدم زي السمارت تي في، فبالتالي انت محاط باللينكس وانت مش عارف. فهي بتقول له انه انت محاط بالروبوتكس وانت مش عارف، فبقول له ايش هم الروبوتكس هدول؟ فراحت جاوبت انه انديد. طبعا هو ما عجبوش الجواب، يعني انه انت تخيل حالك انه انت لما تنزنق ومش عارف الجواب ايش بتقول عن جد؟ زي هيك، تمام؟ فهنا بروح بسألها إنه is indeed your default answer when you don't know something؟ فبتقول له yes بكل صراحة. طبعاً بمعنى آخر إنه هذه الإجابة pre-programmed، إنه مبرمجة بشكل مسبق، يعني وين ما تنزلقي يا صوفيا بتقولي indeed عن جد بالله عليك، يعني شغلة زي هيك، تمام؟ طبعاً المحادثة كاملة هنا، فبتشوف أنت الملف الفيديو كامل بتتفرج عليه. طبعا من اكثر الاشياء المعقده اللي هي المورال بروبلمز، الاسئله الاخلاقيه. يعني على سبيل المثال انه لو انت كنت ماشي بالسياره وانت هيك حتخبط ناس، تخبط طفل صغير عمره سنه ولا تخبط خمس عواجيز؟ طبعا هذا الموضوع فيه جدل، في ناس بتقول لك يعني العواجيز شافوا الدنيا وخلاص وبكفيهم يعني، والطفل هذا لسه صغير قدامه. وفي ناس بتحكي بالعكس، الطفل هذا
اصلا يعني ما عندوش الوعي الكافي، يعني لو مات وراحت عليه يعني مش مشكله كتير، يعني لسه هدلاك الناس اللي عندهم ذكريات وعندهم ناس مرتبطين فيهم كتير وشغلات زي هيك. فهذه هي المورال بروبلمز. لو انت سالت الروبوت او لو فعلا انت حطيت روبوت على محطه القطار انه هو يتحكم في التراكس تبعت القطار انه هو يروح بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه، هاي حورجي لك اياها هنا. Getting some help from AI at home is all well and good. But what if an artificial intelligence had to make a life and death decision? We got to meet the world. It's called the trolley problem. You see a runaway trolley rolling towards. طبعا انت في عندك عربة ترام زي هيك انه هي ماشية. اوكي. وي. عندك هذا الايجنت، هذا روبوت. وهو بتحكم انه هو ياخذ قرار، وهو بده ياخذ قرار، والقرار هذا يعني بتترتب عليه مسؤوليه اخلاقيه انه يدهس هذا ولا يدهس هذول. هو هيك هيك داهس، ايش بده يختار؟ هذه الاسئله ما لها جواب، ما لها جواب، لانه اصلا البشر في حد ذاتهم مختلفين على الموضوع هذا. فما بالك إذا بدك تحط روبوت إنه هو بده برضو يفكر في شغلات برضو معقدة زي هيك. فالموضوع أنا بحاول أورجي لك يعني the state of the art of AI قديش إنه الموضوع معقد، إنه يكون في عندك روبوت عنده إدراك ووعي. إحنا حكينا المرة الماضية إنه أنواع الذكاء الاصطناعي أو مراحله ثلاث مراحل، إيش هي؟ machine learning والartificial general intelligence والارتيفيشال سوبر انتليجنس. في السوبر انتليجنس بيصير عند الروبوت وعي، عنده وعي وادراك بالاشياء اللي بتصير حواليه. طيب طبعا من الشغلات الفاني انه هل الطلاب اللي موجودين انا عندي في المحاضره يعني زهقانين من المحاضره ولا انه مشدودين ولا مبسوطين ولا مش عاجبهم العلامات تبعتهم ولا ايش بالضبط يعني. فالموضوع ببساطه انه انا بس بركب كاميرا وراي وبركبها على AI موديل، وظيفة تبعته انه هو يحلل الوجوه طوال الوقت ويحكي انه والله 70% كانوا مشدودين، 70% كانوا منتبهين، زي هيك. تمام، لانه في عندك موديلز في الاي اي انه هي عندها القدرة انه هي تتعرف على الاوبجكتس هذه وتصنف الاموشنز اللي موجودة فيها. تمام، وهذا الاشي بالنسبة للاطفال انه انت عندك بيروح بعملهم ليبل انه هذا child 11 انه neutral، هذا انه neutral، هذا happy، تمام، هذا sad، زعلان طول الوقت زي هيك. في كذلك من الأشياء اللي أنت ممكن تطلع عليها في state of the art اللي هو Google Assistant بالعربي. طبعا المراجعة هذه أنا عملتها، تمام، وبدي أتركك إنه أنت تتفرج عليها كلها بالكامل، أنا بس حورجي لك جزء منها. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف أساعدك؟ كيف الحال؟ أنا بأفضل حال، شكراً على السؤال. هل من شيء أفعله للمساعدة؟ هل أنت ولد أم بنت؟ أفضل البقاء على الحياد. طبعاً هذه أسئلة أنا بختبر، أنا قاصد الأسئلة هذه، أنا بختبر الذكاء تبعه، إنه هو طوال الوقت إنه أنا قاعد بسأله كيف الحال، بحاول أفتح معاه حديث، بدي أشوف قديش إنه هو مقدار إنتليجنت. ولاحظ انه هو كل مره بيحاول يرجعني انه ايش بدك، كيف ممكن اساعدك. يعني المره الاولى السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف اساعدك. لما سالته كيف الحال، انا الحمد لله تمام، هل من شيء افعله للمساعده، برضو برجع بركز على الوظيفه الاساسيه تبعته. ايش الوظيفه الاساسيه تبعته؟ انك تساله ايش اقرب مطعم بيتزا، مين هو رئيس كذا، كم مساحه مش عارف ابصر ايش. بيساعدك في الاشياء، ممكن تطلبه حتى منه عمليات حسابيه انه هو يسوي لك اياها. تمام، فلما تسأله واضح انه السؤال هذا بري بروجرامد، انه من الاسئله المتوقعه كثير انه انت ممكن تساله انه هو ولد ولا بنت، فهو بيقول لك انه فاني كويستشن، انه بفضل البقاء على الحياد. طبعا انت ممكن تروح هنا، ممكن تساله عن مواقيت الصلاه والشروق في الساعه 6:06 بالضبط. اساله متى موعد صلاه المغرب، فهي ما عثرت علي، وبحكي لي انه مواقيت الصلاه كلها. هذه أنا بسأله عن رئيس ألمانيا، تمام، وهنا بسأله عن كم تستغرق الرحلة من القاهرة لفيينا زي هيك. فبيحكي لي إنه رحلة الطائرة من القاهرة لفيينا
على مصر للطيران بتستغرق خمس بالضبط. هو حكى لي انه حكى لي اياها يعني، انا بدي اسيبكم انه انت تسمعوها، وبحكي لي انه بتستغرق 5 ساعات زي هيك، لانه هو حسب الفرق بين الوقت هذا والوقت هذا زي هيك. وهذه الرحلات انه مجدوله بدون توقف، انه عندك انه مثلا اثنين وثلاثاء وخميس وجمعه وسبت واحد زي هيك تمام. وهذه اعتقد الخطوط التركيه تركيش ايرلاينز، وهذه ايجيبت اير. هذا انت ممكن انه انت تنزله عندك التطبيق وجرب انه انت تحكي معاه في البيت، بس بدك تكون في غرفة هيك لحالك يعني، عشان ما يقولوش عنك اهل البيت انه انت يعني صار في عقلك حاجة يعني تمام. في شغلات تانية انه انت ممكن انه انت تجربها، انه موجودة في متناول اليد عندك، اللي هي تطبيقات في المتجر في عندك بتستخدم الذكاء الاصطناعي، منها كورتانا منها روبن. واحدة من التطبيقات اللي جربتها وفعليا انه فعلا انه انا انبسطت عليها اللي هي إلسا. إلسا هذا عبارة عن تطبيق بيساعدك في تحسين اللغة الإنجليزية تبعتك، فهو عبارة عن English Tutor. بتيجي بتحكي معاه بيقول لك انه انت في عندك accent، بيحكي لا الاكسنت تبعتك ممتازة. بيجي بيقول لك انه في عندك مشكلة في الجرامر. ايش الفرق بين التوتر والتيتشر؟ توتر مخصوص، مدرس خصوصي. توتر مدرس خصوصي. طبعا ايش 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 ميزه المدرس الخصوصي؟ تاخدش في بالك المدرس الخصوصي اللي الموجود عندنا احنا، المدرس الخصوصي فعليا انه انا باجي عن طالب معين بلاقي عنده مشكله في النطق بركز له على النطق، بروح لطالب تاني بلاقي عنده مشكله في الجرامر بروح بركز له في تعليمي على الجرامر زي هيك. بتكون انه حسب حاله الطالب نفسه، عشان هيك انه مدرس خصوصي حسب خصوصية الطالب، هاي المقصود فيها. فهذا AI powered application فبيساعدك فعلا انه انت تحسن اللغة الانجليزية تبعتك. من التطبيقات كذلك الفيس اب، اكيد معظمكم جربها شاف حاله بعد 10 سنين كيف ممكن يكون تمام. فهذه التطبيقات انه انت ممكن انه انت تنزلها. طبعا التطبيق هذا يعني عشان انا جربته شخصيا، بالاضافة لتطبيقات تانية يعني زي الكورتانا والجوجل اسيستنت، حضرت لك اللينك تبعه هنا في الارتكل. هيك تقريبا بنكون خلصنا الستيت اوف ذا ارت للاي اي تمام، وبدنا نبدا في اول محاضره هنا. بدنا نحكي فيها على الانتليجنت ايجنتس. طبعا الانتليجنت ايجنتس هنا بدنا نحكي من ناحيه التصميم، بس بدنا نعرف ايش هو الايجنت، ايش كيف بدنا نقيس اداؤه وكل هاي الاشياء. اوكي نعم. طيب طبعا هذا 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 هذه السلايد انه من الباب الثاني من كتاب Artificial Intelligence a Modern Approach تمام. كيف غير الورد البيست صحيح، هذيك بي دي اف، هذه انه عدلت عليها اكثر، حاط لكم الرابط تبعها تمام. يعني اغلبها موجوده هنا، بس حطيت انه بعض الشغلات الاضافيه من الكتاب بدل ما انه يعني المره يعني السنه الماضيه كنت ارجع للكتاب، فهنا الشغلات اللي بدي اياها من الكتاب حطيتها هنا. طيب حكيت بدنا نحكي على الانتليجنت ايجنتس تمام، والاوتلاين تبعنا بدنا نحكي على هذا الموضوع. بدنا نحكي على الايجنتس والانفايرومنتس اللي ممكن تشتغل فيها، بدنا نحكي على الراشوناليتي العقلانيه. العقلانية المقصود فيها انه الايجنت انه ممكن يختار ياخذ قرار لحاله، ولا بده يكون اشي بري بروجرامد يعني مبرمج بشكل مسبق. وحناخذ شغلة مهمة حركز عليها في الاسئلة اللي هي البي اس، اللي هو البيرفورمانس ميجر، انفايرومنت، اكتويترز، سنسورز لكل ايجنت. هاي الشغلات اللي انت بدك تحددها او تصممها لما نتصمم انتليجنت ايجنت.
حنشوف ايش هي انواع الانفايرمنت وانواع الايجنتس. طيب شو تعريف الايجنت؟ الايجنت هو فعليا هو عباره عن انه اي حاجه ممكن انه بيعمل بيرسيفينج للانفايرمنت اللي موجوده حواليه. بيرسيفينج طبعا انه بيكون فيه له ادراك محسوس بالنسبه للبيئه اللي موجوده حواليه، بمعنى انه بيشوف ايش بيصير في البيئه، بيسمع ايش في بيصير في البيئه، بيشم ايش في رائحه. تمام. طبعا هذه الشغلات البرسبشن اللي بيكون عنده من خلال سنسورز، فبيكون انت عندك الفيجن من ايش السنسور تبعه، كاميرا والصوت مايكروفون بالضبط بهذا الشكل. تمام. وبعمل اكشن، بعمل اكتنج في الانفايرمنت هذه اللي هو موجود فيها من خلال اكتويترز. طبعا الاكتويترز ممكن انه انت تعرفها انه هي عباره عن الاذرع الاليه تبعته او الاجهزه الاليه تبعته، مش بالضروره انه هي تكون اذرع، لانه ممكن يكون في عندك روبوت بتنقل من خلال عجلات. تمام. فهذه هي كلها بتيجي تحت اكتويترز. اكتويترز اللي هي الالات تبعت الحركه تبعته، سواء كانت اذرع او عجلات او اي شيء من هذا القبيل. عشان توضح الصوره عندك اكثر، خلينا ناخذ الهيومن ايجنت. ايجنت هيومن ايجنت يعني وكيل. انا ممكن اوكلك انه انت تسوي مهام بالنيابه عني، انا مش فاضي، ممكن اخليك تصحح الامتحان. لازم يكون في عندك انتليجنس كافي انه انت تقدر انه انت تاخذ قرارات وتصحح امتحان مثلا. او ممكن يكون في عندي المهام الاداريه تبعتي انه انت تعمل ترسل ايميلات لكل الطلاب، شغلات زي هيك روتين، انه انا مش فاضي، انا اوكلك فيها. فبالتالي انه هذا هيومن ايجنت. ايش السنسورز تبعته الهيومن ايجنت العادي؟ ايش السنسورز تبعته؟ العينين، الاذنين، تمام، بالاضافه للاعضاء الاخرى اللي انت ممكن تستخدمها في السنسنج زي الانف مثلا، بتشم الرائحه او اي شغله من يعني انه انت بتستخدمها في الاحساس. اما بالنسبه للاكتويترز للهيومن، ايش هي؟ اليدين والرجلين والماوث بحكي فيه، تمام، واي جزء من اجزاء الانسان اللي انت ممكن تسوي فيه حركات معينه. تمام. فبالتالي هذه هي الاكتويترز. فلو طب اجينا يعني طبقنا هذا الكلام على روبوتكس، شفنا ايش السنسورز تبعته، ف ايش ممكن يكون؟ كاميرا، انفراريد رينج فايندر، لانه الروبوت هذا موجود في مكان بده يقيس قديش المسافه بينه وبين اوبجكت قدامه، كيف بده يقدر يحدد المسافه؟ من خلال سنسور انفراريد، بروح ببعت اشاره انفراريد، بالتالي بيقدر يقيس المسافه حسب طولها وقصرها، قديش انه هي الاشاره بترجع له، لانه الانفراريد بتصير فيها انعكاس. تمام. بالاضافه لاي سنسور ثانيه انه هو ممكن يستخدمها. اما ايش الاكتويترز تبعته؟ الموتورز المختلفه، الفاريوس موتورز، لانه ممكن يكون في عندك في الذراع عندك هذه الجوينت، هذا المفصل، انه في موتور بتحرك زي هيك وهيك عشان يحرك الذراع زي هيك، او ممكن يكون انه عجلات انه بيحرك بتحرك الروبوت او بتنقل من خلال عجلات. تمام. فهيك انت صرت عارف شو معنات سنسورز وعارف شو معنات اكتويترز، لانه هذا المصطلح حيمر معنا كتير. تمام. واضح يا شباب؟ اذا في عندك اي سؤال ما تتردد في السؤال. طيب لو شفنا الايجنت هاد، تمام، انه هذا الكمبيوتر فيجن تبعه او نظام الرؤيه تبعه من خلال كاميرا، انه هذا سنسور بيقدر من خلاله انه يتحسس ايش في موجود في الطبيعه. تمام. والايجنت هذا في موديل هنا هو اللي بيتحكم في الاكتويترز تبعته اللي هو الاذرع والالجر تبعته، ومن خلال انه يعني موديل معين بيقدر انه هو يتفاعل مع البيئه هذه، انه هو ياخذ الاوبجكت هذا او ينظف شغله معينه او يسوي شغله معينه زي هيك. فبالتالي بدنا نصل للتعريف الايجنت فانكشن، الوظيفه تبعتها انه هي تعمل ماب من البرسبت هيستوريز لاكشنز. برسبت هيستوريز معنى ذلك انه ايش تسلسل الاحداث اللي صار معايا في البيئه اللي موجوده حواليا. تمام. بناء على تسلسل الاحداث اللي صار بدي اخذ اكشن معين. فبالتالي هذه الفانكشن كفورميليشن انه الاف نقطتين انه
الهيستوري تبع البرسبتس تبعت الاحساس اللي موجود للبيئه بدي استخدمه واعمل ماب لاكشن مناسب بناء على تسلسل الاحداث هذا. تمام. طبعا انا بحتاج لايجنت بروجرام عشان يشتغل على الفيزيكال اركيتكتشر. معنى ذلك انه انت بدك تصير تفكر زي نظام الكمبيوتر سيستم. الكمبيوتر سيستم عباره عن هاردوير وسوفتوير، ونفس الاشي هنا الايجنت عبارة عن اركيتكتشر اللي هو العجلات والاذرع والمحركات وكل هاي الشغلات، بالاضافة للبرنامج اللي بيشغله اللي بيستشعر من البيئة اللي حواليه وبيشغله. طيب ناخد مثال فاكوم كلينر. فاكوم كلينر اللي هو الروبوت اللي بينظف. وطبعا عشان احنا نحصر الموضوع بدنا ناخد مثال مبسط، وانت ممكن تعمل له اكستنت يعني تطبقه في بيئة أكتر، اللي هو أنه يعني أنه طبعا المحدودية تبعته أنه أنا بدي أفترض أنه في البيئة تبعتي في two locations اللي هي A و B. تمام؟ هذا البرسبتس. بالإضافة لإيش؟ الكونتنت. الكونتنت اللي موجودة في اللوكيشن أنه هو clean أو dirty. طبعا هدول يعني هدول الـ two locations dirty. اللوكيشن انه هو موجود في السايد A ولا السايد B. انا قسمت البيئة تبعتي، انا بقول باجي بصمم روبوت، الروبوت بدي اصممه انه هو بده يشتغل في هاي الغرفة بس، فبالتالي بحدد البيئة تبعته هنا بس. وممكن اصمم ايجنت تاني يشتغل في مطار، عارف قديش مساحة المطار، فبالتالي هاي البيئة تبعته. احنا بدنا ناخد مثال بسيط على قدنا، انه صممنا له environment مكونة من خانتين A و B. تمام؟ ومثال بسيط جدا يعني نايف على الآخر. و A و B الكونتنت تبعتها يا إما كلين أو ديرتي. تمام؟ يا إما نظيفة يا إما متسخة. طيب هجيت بناء على الانفيرومنت هذه، إيش الأكشنز البوسيبل أكشنز اللي ممكن يسويها الأجنت؟ كيف ممكن يتحرك؟ ممكن يتحرك فوق؟ لا، تحت لا. ايش ممكن يروح؟ ليفت ورايت وستاك. استاك انه هو يقعد في نفس المكان ويقعد ينظف. نوب نو اوبريشن، بقعد في مكانه بس بنظفش. يعني واضح الفرق بين الستاك والنو اوب. النو اوب انه بيضله في نفس المكان بنظفش، استاك بيضله في نفس المكان وبينظف. كيف؟ ساك ساك عفوا ساك اوكي. تمام ساك يعني انه يسحب الغبره. تمام نيجي للايجنت فانكشن. الايجنت فانكشن بده يطلع على التيبل بناء على الهيستوري اللي موجوده. يعني على سبيل المثال لو كان السيكونس انا عندي بهذا الشكل، انه انا كنت في اللوكيشن A وكان اللوكيشن A كلين، ايش الاكشن اللي انا بسويه؟ انا هيني في A وين بدي اروح؟ رايت. بالضبط. تمام. طيب لو انا كنت موجود في A و A dirty، ضلك في نفس المكان واسحب الغبرة. تمام. طب لو كنت في B و B clean، ما كنت موجود في المكان هذا وكانت clean، معنى ذلك انه انا بدي اروح على المكان الثاني يمكن يكون يعني متسخ، فبدي اروح left هاي وهكذا. تمام. طبعا ممكن تكون انا عندي الهيستوري زي هيك، انه انا عندي الحاله السابقه انه انا موجود في الايكويشن A كلين. تمام. والحاله الحاليه انه انا موجود في اللوكيشن A كلين، فبالتالي انا بروح رايت. واذا انا كنت موجود في اللوكيشن A وكان كلين والحاله الحاليه تبعته ديرتي، موجود في نفس اللوكيشن ديرتي، فبالتالي انه سك. تمام. ما هو هاي شغلانته طول الوقت انه هو بشكل مستمر بيضل ينظف فعلا. تمام. كيف ايش هاي الهيستوري او الكمبيوتر ايش استفدت منه حاليا؟ لا لا لا، يعني انه قصدك انه في هذا الايجنت مش هالاستفاده، لكن انه بناء على انه السيكونس انه انت ممكن انه انت يعني السيكونس ممكن يفيدك في حالة انه انت لو كانت عندك A clean و B clean
هذا السيكونس تبعك تمام، فبالتالي انه خلاص ممكن تاخذ قرار انه تعمل نو اوبريشن. طبعا هذا تايم انترفال، اه بيشتغل هيك تايم انترفال، انه مثلا كل خمس دقائق بروح بتطلع ايش البيرسبت اللي موجود، ايش البيئه اللي موجوده حواليه، اللوكيشن موجود حاليا متسخ ولا لا، اروح رايت ولا ليفت، اعمل ساك ولا ايش اسوي. تمام، طبعا هذا الكلام انت ممكن تشوفه كديمو موجود هنا على موقع الكتاب، هذا 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 موقع الكتاب اللي احنا ماشيين عليه. طبعا ديمو باي توبيك، بتروح هنا على شابتر 2، انا في عندي الفاكوم ايجنت، في عندك هذا الديمو تفتح عليه زي هيك. تمام، هو نفس المثال اللي احنا بنشرح عليه. طبعا هاي السورس كود ممكن انت تعمل له داونلود وتشغل الديمو، انه هاي البيئه تبعته اعقد شويه. تمام، طبعا هذه الاماكن متسخه زي هيك، وهذه الاماكن البيضاء نظيفه، فبالتالي الاكشن تبعته انه مش بس جو ليفت تو رايت، لا في عندك اب وداون وزي هيك. تمام، وهي الانيشال بوزيشن ديرتي بروبابيليتي راندوم سيد، هي الماب شكلها زي هيك 5x5. تمام، 0 1 1. ف هذا ممكن انه انت تشغل الديمو، هاي السورس كود بتنزله وبتشغله بتشوف انه يعني تطلع اكثر انه كيف ال الايجنت هذا بيشتغل. تمام، طيب نيجي لموضوع الراشناليتي. الراشناليتي زي ما حكينا انه يكون عندك القدره انه يعني بالضبط انه انه الراشنال الايجنت العاقل بيسوي الاشياء اللي بتحسن الاداء تبعه، هيك ببساطه شديده جدا. يبقى هنا for each possible percept sequence، تمام، الراشنال ايجنت should select an action that is expected to maximize its performance. انا في عندي possible actions، تمام، ممكن اخلي الايجنت في الغرفه هذه انه يضل يشوط طول الوقت وما يعملش ساك، فبالتالي البرفورمانس تبعه بيكون سيء، يعني ما نظفش. الراشنال ايجنت لازم يكون في عنده قدره انه يحدد بالضبط انه ايش هي افضل اكشن، انه يعني انه should select the act an action that is expected to maximize the performance. كيف انا ممكن اقيس اداء الفاكوم كلينر؟ انه المكان نظيف، يعني معظم الوقت انه هو كان نظيف، او انه ممكن يكون اداؤه سيء للغايه، انه المكان انه زيه بزي يعني زيه بجلته ما نظفش. تمام، طيب فبالتالي هنا لازم يكون في عندي مقياس، الراشوناليتي بتقتضي ايش يكون في عندي مقياس للسكسس، وايش كمان لازم يكون في عندي prior knowledge في الانفايرمنت، معرفه مسبقه في الانفايرمنت، انه انا ممكن اتحرك هيك ممكن اتحرك هيك، اذا فتحت الحنفيه بتنزل ميه، اذا لمست هذا السطح السخن بسبب ضرر لإلي زي هيك. تمام، ايش الاكشنز اللي ممكن انه هو يسويها بالاضافه لسلسله البرسبت لغايه الان. بالضبط، يعني على سبيل المثال ناخذ مثال للراشوناليتي هنا، ايش المقصود فيها؟ انه انا لو انا اخذت خريطه رومانيا، تمام، وبدي اروح من المدينه هاي للمدينه هاي، في عندي الخيار هذا والخيار هذا، تو اوبشنز، هو يفترض انه يعمل سيلكت للاكشن بالضبط اللي بيعمل ماكسمايز للبرفورمانس، بده يكون في عندي مقياس للبرفورمانس. او مثال ثاني انه من المدينة هاي للمدينة هاي في عندي هاي خيار 2-3 خيارات، وهذا الكلام انت ممكن تشوفه هنا. يعني على سبيل المثال لو انا كنت موجود في بوخارست وبدي اروح على هاي المدينة، فممكن اتحرك بهذا الاتجاه، وممكن اتحرك بهذا الاتجاه، وممكن اتحرك بهذا الاتجاه، صح؟ 3 خيارات، يفترض انه انا اختار الخيار اللي بيعطيني البيست بيرفورمانس. طيب مش معنات انه انا في عندي راشناليتي معنى ذلك انه انا في عندي علم مطلق او علم كامل، بدك تفرق بين هدول الشغلتين.
تمام. ليش؟ لانه البيرسبتس السنسورز اللي موجوده عندي او الادراك اللي موجود عندي ممكن ما يعطينيش كل المعلومات اللي موجوده في البيئه. يعني على سبيل المثال في لعبه جيم كارد جيم، انا بعرف الرولز وبعرف البطاقات اللي موجوده، يعني انه هذه انه كل بطاقه ايش نوعها، هذه انه هذه هارت، هذه سباتي ودايمون والشغلات هذه كلها، تمام. ف وبعرف الرولز تبعت اللعبه، لكن بكونش في عندي معرفه بالبطاقات الموجوده عند اللاعبين الاخرين، مع ذلك انا ما عنديش معرفه مطلقه، عندي معرفه بالبيئه بس مش معرفه مطلقه، تمام. فما تخلطش انه يكون عندي راشوناليتي انه يكون في عندي معرفه بكل حاجه، لا، تمام. كذلك انه الراشوناليتي انه مش معناته انه الاداء تبعه هيكون بيرفكت، في فرق بين الاكسبكتد والاكشوال. ليش؟ لانه الراشوناليتي بتعمل ماكسمايز للاكسبكتد اوتكم، انا بتوقع انه الاوتكم انه يكون زي هيك، لكن هل الاكشوال اوتكم راح يكون زي هيك؟ بعرفش، بعمل اكشن ممكن يكون انه بحسن الاداء او لا. فبالتالي هنا البرفكشن ايش معناته؟ بيعمل لي ماكسمايز للاكشوال اوتكم، لكن الراشوناليتي تعمل ماكسمايز للاكسبكتد اوتكم، وفي فرق بين الاكسبكتد والاكشوال، تمام. معنى ذلك انه الخلاصه انه الراشوناليتي مش بيرفكت، مش معناته انه يكون الايجنت بيرفكت، تمام يا شباب. طب هل نوصل يعني نخلي الريسورس بتاعت الاي اي الانترنت كله مفتوح على الانترنت بحيث ان الداتا تزيد عنده، هل بتزيد الراشوناليتي تبعته ولا لا على الاساس هذا؟ لا، الموضوع انه في بعض الاحيان انه انت في بيئه معينه انه يعني مش صح انه انت تعرف المعلومات، زي في الكارد جيم مثلا انه يعني ممكن انه يعني برمجيا نقول له ايش البطاقات الموجوده عند اللاعبين الاخرين، لكن هل صح انه احنا يعني انه الموضوع مش بوفره المعلومات او ندرتها، الموضوع بانه شو البيئه بتحكم انه انا بقدر اعرف الشغلات هذه مسموح لي اعرفها ولا لا. طيب في بيئة مطلقة مسموح لي اعرف كل المعلومات، في بيئة مطلقة زي مجال الروبوتس زي صوفيا والأشياء. ممكن يكون في عندك معرفة مطلقة، لكن هل البرفورمانس راح يكون انه بيرفكت؟ لانه انت مش عارف ايش الاكسبكتد، انت بتعتقد انه والله لو انت عملت زي هيك بناء على المعلومات هذه انه انه اكسبكتد تو ماكسمايز ذا بيرفورمانس، لكن انه في الواقع مش بالضروره يكون زي هيك. تمام. طيب نيجي الى الاوتونومي ان ايجنتس. ايش الساعه؟ الا 5:55. طيب خلينا ناخذ الاوتونومي ان ايجنتس، والمحاضره الجايه بناخذ البياس. الاوتونومي ان ايجنتس معناها انه يكون القدره عند الايجنت انه يتحكم بنفسه، يتحكم في نفسه بنفسه، تمام، بدون ما يستخدم النوليدج تبع الديزاينر. النوليدج تبع الديزاينر انا بكون عارف انه يعني خلي بالك انه هاي معرفة مسبقة موجودة عندي، لو انت حطيت ايدك على سطح ساخن هذا بيضرك، تمام، فبروح ببرمجه بشكل مسبق، فبالتالي بيكونش في عنده اوتونومي كامل، تحكم كامل في نفسه، بيكون في شغلة مبرمجة مسبقا عنده. لكن لو كان عنده اوتونومي كامل ايش بيصير؟ بخليه ايش يعمل؟ randomly select للأكشنز بدون أي برمجة مسبقة، فبالتالي هو بروح، يعني أنا عندي مثلا مجموعة من البوسيبل أكشنز، بروح بجرب أي أكشن عشوائي، ما أنا كيف بدي أتعلم؟ لازم أجرب، أنا بحكي على الأجنت، فبروح بحط إيده على السطح الساخن هذا، فبلاقي إنه هو بضره، بروح بتعلم إنه البرفورمانس هذا إنه يعني أو عفوا الأكشن هذا
باب بالنسبة له، فبالتالي بعمل وش تاني. أو مثلا ممكن إنه هو لو روبوت إنه هو بتحرك في مكان معين، تمام، فبالتالي إنه شاف حفة معينة فقرر بدي أجرب. أنا بعرفش هل الإمكانيات تبعتي، العجلات تبعتي بتقدر تخليني إنه أنا أعدي الحفة هذه، فبروح بعدي، فبروح بنقلب، فبروح بتعلم إنه الأكشن هذا إنه لو عدى على حفة ممكن إنه هو يختل توازنه فبطل يسوي شغلة زي. لا، احنا بدنا نتركه في البيئة ويضلوا يجرب كومباينيشن بين الاكشنز بحيث انه هو يحقق بيرفورمانس المطلوب. ميجور، محتاجين بيرفورمانس ميجور، لسه حنصله هذا الكلام في البياس. فالبياس انه بحتاج انه انا احدد في الروبوت او في الايجنت عفوا البيرفورمانس ميجور، ايش الانفايرمنت اللي هيشتغل فيها، ايش الاكشويترز الموجودة عنده والسنسور. وهذا الكلام حنشوفه في ثلاث أمثلة، اللي هو التاكسي درايفر والبارت بيكينج روبوت وانتراكتيف انجلش توتر. حنحدد الأربع بياس هذه وهي محل أسئلة، لأنه هي الديزاين تبع الايجنت نفسه، تمام؟ طيب نرجع للأتونومي. الأتونومي ممكن يكون أنا عندي إكستريم، أنا بقصد من الطرفين، إنه يا إما يكون نوع أتونومي ما فيش تحكم خالص أو كومبليت أتونومي. إذا كان نوع أتونومي ما فيش تحكم خالص، معنى ذلك أنه everything is pre-programmed، معنى ذلك أنه كل الأشياء اللي موجودة في البيئة من بيانات بتجاهلها بالضبط. يعني لأنه لو كان في عنده تحكم ذاتي إيش بروح بسوي؟ بروح بتطلع، ها شايف انه extend its behavior determined by its own experience. من وين؟ من البيئة. فاذا انا ما حددتش عنده تحكم ذاتي كامل بالمرة لغيت هاي الشغلة، فبالتالي everything is pre-programmed، فبالتالي كل المعلومات اللي موجودة في البيئة بتجاهلها، بتصير انه يعني بستخدمهاش. او العكس في الاكستريم على الطرف الثاني، انه يكون في عندي كومبليت اوتونومي، معنى ذلك انه هو بيجرب لوحده. ايش معنى ذلك؟ انه كيف بده يجرب ويتعلم، بروح بيختار راندوم اكشن، بشوف ايش العواقب تبعته، بيجرب اكشن ثاني بشوف ايش العواقب تبعته، ساعتها بصير في عنده القدره على الاختيار بين الاكشن هذا والاكشن هذا، تمام. مثال على هذه الشغله انه طفل بيتعلم انه هو يزحف، قديش عنده درجة الأتونومي؟ في أتونومي somehow، بقدرش أقول إنه ما فيش، يعني ما فيش شغلة اسمها مبرمجة، يعني الطفل مبرمج بشكل مسبق إنه هو يزحف وإنه يعمل زي هيك، وفي نفس الوقت ما فيش إشي إنه هو بيعتمد completely على random actions. إنه في بعض يعني somehow إنه بيعتمد على random actions. كيف يعني بيعتمد على random actions؟ إنه بيبقى الطفل إنه هو بيزحف، تمام، وبيجي عند حفة معينة هو بكونش مدرك انه الحفة هذه انه ممكن يقع فيها، فبالتالي انه هو بيجرب انه هو يعديها، فبالتالي بيقع بخاف. الخوف هذا غريزة موجودة عند الطفل، فالخوف هذا بمنعه انه هو يسوي الاكشن هذا تاني مرة، لانه بعرف انه راح يقع، تمام. لا، انا عندي بيرفورمانس ميجر، عندي رقم باجي بقول له انه ادائك كان هالقد، وهو بروجرام يعني انه بشكل برمجي يفترض انه هو يختار الاكشنز اللي بتحسن الرقم هذا البرفورمانس تبعه، تمام. يعني على سبيل المثال، يعني معلش خليني التاكسي درايفر كيف بدك تقيس الاداء تبعه؟ خلينا ناخذ البي تبعته، احنا بدنا ناخذ الاربعه هذول. كيف بدك تقيس الاداء تبع الاوتوميتد تاكسي درايفر؟ بدك تصمم روبوت بيشتغل كتاكسي. تخيل حالك انه انت عندك سيارة وبدك تشغل حدا يشتغل عليها كتاكسي اخر النهار، ايش بهمك؟ الدخل، الغلة، ايش كمان؟ سيارة ترجع سليمة، ايش كمان؟ ما فيش مخالفات، صح؟ ايش الفايدة انه هو جاب لك غلة وجاب لك دستة مخالفات؟ فهيك انت بتقيس، هو ما عندوش خوف، بدوس ممكن يعمل حادث عادي، لكن اذا انت حددت له انا عندي البرفورمانس ميجور كذا وكذا وكذا، هو بحاول انه يوجد الاكشنز اللي بتحقق هذا الهدف، تمام. في اي سؤال يا شباب؟ بالنسبه للاوتونومي،
يعطيكم العافية.